تخرج وردوا البال مزيان يقدروا يكونوا مع اصحابهم وانا نتكلف به. سير شوف هذه الجبه بوم عرفتي شنو هو دار ويعطيني وجهه بحال هكا ونشد واحد الديريكت ونخشي هذه بين عينيه ترى الدم طوش على الحيط ترى بحال عاودنا الصباغ على ذاك الحيط بحال عاودنا الصباغ البراش راه داصر والله تداصر داشي شمعو بحال هكا راه ما يمكنش صح تيجيك ملي يعفك وزاره ماني مش حلوها في داك السونتر هذا وقيلا داروا شي طلب غادي يحلوها شي نهار وقيلا داروا شي طلب كمل ديك البراش دابا راه يومين تيشدوا ثلاثه اربعه ديال البراش داصرين بزاف الشفاره كثير تقطعات ولا شي حاجه ما فيهاش شويه الخبره صافي كنت شنقل هذاك الزمر ماشي ديال الضحك هذاك الشيء مالك ما كتعرفش تضحك حقي تلقي حولني ما كنتش نحبك ما نصاحب معاك سير شنو هو سير كنتي كتباني طايحه ديال بصح انا انت كنتي كتبودر عينك في الدرب وبش صافي دابا تسيبتي مشى الحال هذيك الهضره والله خويا ما مشى الحال كتعرف شنو الطلاق اش الضحك هذا دابا انت اللي ما كتعرفيش تضحكي انا ما كنعرفش نضحك انت ما كتعرفيش الضحك انا ما كنعرفش نضحك انت شتي راسك شتي التصاور كي خرجتي فيهم مشيت التصاور شفت التصاور كي جا شتي كي جا بسم عليك لبس سير سير صرا انا كنحشم هذاك الشيء ديال العراسات و... والعيالات بزاف والماكله كثيره والدراري كذا صرا هادشي اليوم توحشتك بزاف لاجونس كتاخد 500 درهم والبلاصه ديال الخدامه كتطابقو انتو بعضياتكم والنهار اللي طابقو حبيبه عيطو ليا وقولي انا شتا الفلوس ماشي مشكل واخا انا اللي مهم عندي هو تلقيا بنت كونفيونس ما عندي وقت ما عندي خاطر نبقى مقابله انا عندي سمعه طيبه في هذا المحل وعندي البنت الله يعمرها دار انا عمر الوليس باش تدق عليا عطيني عافاك على شي وحده نشوفها في تخدمتي عند شي عائله كبيره اه دابا حنا 8 في الدار مزيان بينا فيك ظريفه ظريفه يلا تزوجات راجلك خاصو يتهلا فيك ويحضي معاك مالك زهره مالك زهره انا ديما ما كنقدرش نختار دادا كانت ميتة زهرة عاشت معنا حياتها كاملة قبل ما تموت
الله يرحمها مسكينه. بوغا ناخذ زهره. هاف ا كوبي لاك. انا الدرع عطى عليكم مشروب قاضي من عند الباترون. ايوا شكرا على بصحتك. ايلي على بصحتك. كتخشي فوجك هذاك الشيء اللي كان كتخشيها فوجك. وما تسرى هذيك قليل مشي تحلف واللحم ديال ام عرفتي كيجي. ما هذا ماشي هو الفريت اللي كتجيبو من ميركان بلاصة؟ هذا راه الطوب ديال الفريت اللي عندنا كون اصاحبي كون بعينك مغمضي. بصح اخويا في حفيظ. شنو شنو كاين في العقاب راه عندك هذا واد حفيظ. شي شي حاجة اصاحبي راه فيه حلوف تمام. وناري اصاحبي ماشي شي حلوف كاع. ولا ما يكونش بزاف شحال غيكون فيها ديال الحلوف. ماشي شحال غيكون فيها ديال الحلوف راه الحرام ما فيهش طعمها. قتلتي واحد ولا قتلتي خمسة راه كليمان. وانا اخا ما قتلت حتى انا كناكل. كيفهمش تخيل. لا خاطرش غدير هشام بدل لينا هذاك. واخا واخا انا نبدلوك نسامح واحد شويه واحد لا كوموند كبيره بلاخا لا عيات لك. عرفتي جبنا شي تشيبس جيب لك تشيبس بحال بحال تشيبس وداك الشيء الميريكان كله حرام خاصنا نقاطعو. الطبقه البرجوازيه والناس المتوسطين هما الاسيبل ديالنا تفهمنا. اه ولكن الشنطره عامر. ايه عامر ولكن ماشي بالناس اللي بغينا. عندك الصح كيجيو ما كيشريو حتى شي حاجه. ما عرفتش واش هز عليهم يشدوا الصيف ولا اللي سمحتي لي. دابا هو كاين واحد الوحدين كيجيو ولكن باش كيتبردوا بلا كليم هذا هو اللي كاين. نقطعوا لا كليم. السي حمسي الله يهديك الله يهديك السي حمسي راه ماشي السونتر اللي خصو يتبدل راه الناس اللي خصها تبدل الكليه اللي خصو يتبدل. شنو قلتي انت سمي؟ عبد القادر. عبد القادر هذا هو اللي مكلف لنا بهذاك الشيء الشفاره كامل. الشفاره؟ كيفاش هاد القضيه الشفاره؟ لا ماشي شفاره 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 هذوك الدراري الصغار اللي كيجيو يخطفوا شي حاجه يديروها تتمنهم ماشي شفاره. شوف السي اللي شديتوه خلاو وضربوه وصيفطوه للبوليس. لا ولكن ما يمكنش عاوتاني يتعداو على الناس. هو اللي سمحتي لي دابا هو كنشدهم كنصيفطوهم للبوليس ولكن كيطرقوهم. يا عبد القادر انت عارف شنو خصو يدير اللي شديتي قسم. يا منو منو تاكل راه غادي يبرد. ثم خليتوه يبرد فرسكتوه بحال اللي يد من الفوقانيه. مالنا دابا على هاد الهضره مالنا نوض لا باغي تاكل نوض تاكل. فين؟ بالك شي بلاصه؟ ثم نيت كثار يالله يقدكم هذاك الشيء هذا. انا راه معشي هذا. بابا عمي جلس والله الا شبعت انايا. لا مالي كلكلتي. لا دوزي كوني دوزي. ريحي عليك انت انت ضيفه انت معروضه ريحي تاكل مع حبابك ريحي عليك. شارب عاوتاني ما شاربش شارب ما شاربش شارب شنو هاد الشركة ديالك ما شاربش يا شيخ ما شاربش شارب عاوتاني شارب 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 سير تريح لربك شارب. غمضوا عينيكم كلكم ها كلكم بلاتي بلاتي شنو كنت عارفه غطيح ليا على البلاصه. من البلاصه؟ ما شتيش؟ مالك؟ هزيتي لي الفلوس ومشيتي كتبرد بهم في البار. انا نعاود باش نزيدك سير قلبي على فلوسك. خليك تشوف فيهم برنيان بخويا. انت راجل انا راجل. مرات خاصك تسكر بهم في البيران. راجل انا انا انت معدي انا والدك انا اللي معدي شو حالتك كيف؟ انت والدين هو انت. شو حالتك؟ شو امك مش شو حالتك كي دايره شو؟ فين الفلوس نزيد لك انا؟ زيد نعس كاع. هو غادي ينعس. انتم الزركين الضيفه اليوم ما والله تجبد السمطه وصوتكم. سير 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 تعني فيه السمت يا ولاد سير سير الله يبارك فيك تعربيط قولي 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 بلا مالك قولي قولي
الشريف راه ما خدامش. كيفاش ما خدامش؟ واش انا اعمى؟ وهذوك اللي طلعوا راه قلنا لك ما خدامش على قبل سيكيريتي. سيكيريتي غير عليا ياك؟ هما لا. هما لا. ياك ما تسحب لك راسك هذا شي مكلخ وباغي تزرب عليه. بلا ما نكثروا في الهضره الله يرحم خويا. هضره اوامر وما تخلينيش تعصب معاك سير جيب الدوره وطلع من الدروش. انت حكار وما غاديش من الدروش فهمتي؟ عاود رجع باش نهرس البوك عظام. اي خويا ما خدامش الدروج ما خدامش اختي خويا نزل لحد وانا ما خدامش الدروج نزل بحالي خويا ما خدامش القادر القادر اش كدير ما خدامش الدروج شي طاح بنادم واش كدير القادر اش كدير واش انا قلت لك واش كتخوش عليا تكرفقي انا باقي عاقل واحد النهار قلتي لينا الدروج ديال الضو بحال خوكم الصغير خاصكم تهلاو فيهم وبنادم بحال الميكروب يقدر يمرضها ما عمرني قلت بحال هاد الهضره ولا كنت كاع قلت راه قلتها غير مثلا حيت راه حنايا عايشين بالميكروبات والميكروب راه فيه المزيان وكاين فيهم الخايب وانت هادي هي حرفتك وهي اللي خدمتك اللي خصك تفرق بيناتهم عرفتي غادي نقطط عليك 3 ايام من المنظر ديالك شناهو 3 ايام حيت درت خدمتي عبد القادر انت اللي درتيها لراسك وما غاديش نتواضر معاك لان ولا درتيها غادي يعاود يديروها واحدين اخرين اكثر منك هادي واعره هادي ما عمرني انا سمعت بحال هادي شي انت ظالم انت ما مزيانش ما تهضرش معايا بحال هكا في عوض ما تطلب السماحه كاش كت ممكن السماحه لا والو انا ماشي من هذاك النوع اللي تيسحب ليك كان خاصك تضرب داك السيد عبد القادر هادو ماشي فعيل ديالك مالك ولات فيك القباحه ها شتي هذاك راه بسبب وتكرفصات ليا الكسوه وتوترت ليا البطون الكلب تاعبو شوف الله يرحم باباك انا متبقاش تعاود ليا الفعيل ديالك هذيك السطفره دابا نصيبها لك غدا انت ما كتفهمي والو انت شتي هاد الكسوات هادو راه جابوهم لينا من واحد لاباز من الميريكان كان سدها شحال هذا شوف هاد البطونات ديالهم كي دايرين انا ما عمرني ما نلقى بحال هذيك بطونه زوينه وكتبري بحال هكا قالوا ان النهار الاول اللي كانوا كيفرقوهم علينا والله حتى قالوا علينا شوف دابا كيفاش شوف شي شعر بطونه بحال هذا لا ما شفتهاش ها ما تقلب لتحت لقيتيها فين لقيتيها طحت لك في الدروج وطلعوها والله يحفظك بسطوف كاين الله يتا كاين كي جيتك الله يحفظك الله يرحمك الوالد تخلص عليها شحال سير بلاصتك دابا سير
الحاجة عيطت عليا وقالت لي واحد السيدة تنادى معاها الحل وبغات تخدمني، ودابا الحاجة قالت لي يا بنت الناس لا بغيتي تخدمي وتبقاي شادة في خدمتك سيري جمعي عليا هاد الشعر وحيدي عليا المكياج وكاع لا صعبتها ندير الزيف. عندها الحق، وانا راجلك والشرع عاطيني الحق، ولكن معمرني ما بزز عليك الزيف، ولكن إلا درتيه بيني وبينك غادي يعجبني الحق. وي دابا انت ما فهمتي والو، الحاجة ما كديرش هي الموعظة، الحاجة بغات تقول لك مرتك فينا. ودابا دابا سمع مع مولا الدار هي اللي كتختار البنت اللي كتخدم عندها، ما غاتكونش وحيده بحالك. ما عرفتش الزيف مزيان ولا ماشي حافظ عليها، وانا غادي نبقى مرتاح. ما عرفتش اقسم ما مخرجش معاك الرجال تياكلوك بعينيهم، شي نهار ميته غادي نفقسهم شي واحد وعقلي فين قلتها. تيلي غتصيبي لي بيتي وتعيطي ليا لالا، خنقتوني بهاد الفرارات، سيري سيري هاد الدار ظهري. اللي جاتكم عامره على قبلك انت بالدراري ماري عم تقدر تشوف بالدراري تبقى تولد نربي الدراري خاص يكون هو احسن واحد في الدار. بلاتي بلاتي احسن واحد في الدار هو الكراج ديالي بجوج طوموبيلات ديالي، واحده ديال الصيف واحده ديال الشتاء. شنو هو؟ وانا وحده ليا وحده لك. انت ما عندكش بيرمي. مالك انت عندك؟ وانا نتعلم دغيا. كنجيكم كل خياك؟ لا اي ملكة ملكة ماشي هادشي اللي بغيت نقول. لا قلتي لي عمرني ما نقدر نتعلم. ماشي هادشي اللي بغيت نقول ملكة، وانا عارفك خوافة ما تقدريش تصور. هاني وصافي اش بنا حنا بيرميات، حنا يكون عندنا الشافر ديالنا. مصطفى كيتيجيك مزيانه والحاجه هي الخدامه. هذاك ما عمرو خدم في حياته. عرفتي شنو غادي نديرو؟ يدوق لينا الكوامل. ماشي قلت بسم الله ملي تيبغي ياكل. لا لا
خايفه على راجلها وراجلها ما نعرف ليه حتى هو شكون خايف شي خايف من شي ما نقدرش حتى نعيشو اش كتضحكي ولا شنو انا ما كنخاف من حد مالك ما عندي نسى الخوف ولكن انت كتخاف من الله ديال عادي الحمد لله كنخاف من الله ايوا لا انا كيجيب لي الله هو اللي ما خاصناش نخاف منه ويلي Coming! Can you have food? Karkala! Come on! Say Karkala! Yeah! لا 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 صحابك داخل الكوري هذا راه مكان عموم محترم شدي صب معايا بهاد الدرج شكون انت ما عرفتش اسمك ولا صافي هادو راه اوامر واش هاد الناس كلهم ما عجبوكش ما كنكلخ حكا وين ما كنعرفش ندير الصف او تخمني تخ الحمار واش ما كتفهموش انت اللي غتعلمني فهمه تبارك الله عليك اخويا زيد اخويا زيد بلاتي اش واقع صاحبي تخيلتي ما غاتشد الصف زيد معايا زيد زيد بلاتي راه عندي الصف وانت اش من صف صاحبي زيد اش ما شفتيهمش خدموا الدروج ديال الضو او خدموا الدروج ديال الضو على قبلها وراه على قبلها علامه
خرج جدو مسكين الله يرحمه، هو كان داير فيها زعيم جمع لي الخدامه ديال وزين السيما مريصهم، قال لك غادي يدافع على الحقوق، بقى يدور يدور تا محطوه هرسوه من رجلي خلوه يمشي على الكرسي، رجع على راسو هرسنا هنا، يقول لك راه هو اللي قلب عليا يحك على الناس اللي واصلين، هذوك والله تي غبروا البولاطر عجبها صحته ولا قال فينا. الله يهديك با عسلام، ابقى ضرب ما دار والو، زيدونا درا ماشي وقت ديال هاد الهضره، دابا خصنا نوضو نقلبوا عليه ولا نشوفوا شنو غنديروا. عندك الحق وليدي، ولكن انا ما لقيت الوجه، ما عندنا فلوس ما عندنا معارف في المخزن. قلبوا عليه انا كنت سعفتوني، مشو نقلبوا عليه في لامورغ ما يكون عا صفاو عليه، كاع الى لقاو حي غما سبتو ما يدوز الحبس، انا بعدا والله ما يبقى فيا الحال، سرونيش باش يتعلم. انا طلعت لي تخدم الطيور في صحتي، حتى شي حاجه في حياتي ما تبدلات، بيت راني باقا كاريه مع الجيران، حتى من بنتي ليها حال امي في الدوار. انت فاش كبرت الشقه؟ حياني عليا مات الوزين، ملي بعدا كنتي تخرجي تلقاي الرجاله ضاربين لك الصف، مره مره يضرب لك واحد بغميزه، اختي طلعوا لينا شويه المورال، تقهرنا. الحمد لله وشكري عندك انت بعدا راجل. اما انا بقيت في هاد الدار مخشيه هنا محال نعاود نتزوج. فين؟ عرفتو حي ولا ميت؟ مهمتي علينا حنا العيالات تقول لنا والدينهم، كيفاش بغا يوقع لي راه مقصر في الحاجب، وغدا يجي يبدا يتبكى عليك وتسمحي لي بحال حتى شي حاجه ما كاينه. قادر ما يديرهاش. Thank you.
الصراحه غيندموا عليك اخا قادر ما عمرهم ما غيلقاو بحالك ملي كنتي انت كنتي مجير الامور اصاحبي دابا كلشي مشى مشيتي انت وتلفنا الله كاين شي منقضي واشري واشري معاك كنهضر واسي محمد واش كاين شي منقضي
عطيتيني كلشي وحيدتيني كلشي. محتاجه شي حاجه؟ حيت الرجع كتجيب لي شي بارفان من لي غوبو ولا جمعي هذيك القهوه تيمشي عند مروجه ويشربها. زهر واش محتاجه شي حاجه؟ شنو خليتيني؟ كلشي بعتيه شنو بقى غير هاد الفيلا؟ بعت كلشي على قبل الكريدي باش ما نخليك غارقه في الدين والمورايا. ما بعتش كلشي ودا تشوف جيبي وغادي في حالي. كنكرهك ما تكرهينيش وما تبغينيش انسى. انا غير نسيني واخا نسيني. سنتيه ليا داك الشرجم. لالا جلسي حدايا جلسي. كنرتاح ليك. لالا لالا بغيت غير نقول لك عولي عليا وديري فيا الثقه. داكشي اللي وقع ديك المره غيبقى بيني وبينك. حتى انا حياتي هاد الساعه مخربقه ولكن ربي كبير وغادي يوقف معانا. تقدري مليون ديريني بحال اختك الصغيره. اش تدخلي وتخرجي في الهضره؟ هي تقادو الكتاف. لا 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 على داكشي اللي وقع ديك المره. تبارك الله سيري تخدمي راه زهره كتسنى فيك.
لالا عجبتك؟ اه زوينه، خاص غير تصلح مع مكمشه. بلاتي خذي هادي غتجي معاك. شحالتك شنو لابسه؟ بالصيف تلوطوا عليك بحال هاد ولاد الكلاب هادو. ما عرفتش منين كتجيبي هاد الحوايج ديال تفو. قادر نبس على قبرك. هي هاي حيد شقلتي؟ عاود شقلتي؟ السلام عليكم. عاد قادر جيتي فوقتك. عاونو عاونو، هذا راه هاد الدجاجة وغلبات وما قدر يشدها لك. شكون جابت الدجاج؟ صحاب الانتخابات كانوا دايرين اجتماع في الدرب وكيفرقوا جوج دجاجات للراس. تبا قدامي وخدينا من عند جوج الحزاب. قالو مالو؟ وغادي نغينجحو الغدا. ايه شو هاد الشو هنا في الدرب؟ الصباح دايزين جوج دجاجات والعشية دايزين جوج دجاجات. ناخذو من عند هادو ومن عند هادو. قلنا بحال جوج زوار محسن على جوج زوار. قلنا اللي كنا اكبر نقابي وليت في الاخر ايامي غائم. هذيك النفاخه ديال السكيريه راه ما وكلتناش الخبز. شي من غيطيبو هاد الدجاجات غطيح فيهم عما ما غاتبقى عاقل لا على النفاخه ولا على النقابه. ومشاو الدريات؟ الدريات انا بعت واحد الدجاجه وشريت باقه كلينيكس. شنو مريضه في مخك ولا مالك؟ هذيك ما بقاش تعطيوها بها في الزنقه. وهذيك الساعه بقا شاد بلاصتك في خدمتك بحال كرانك. مامن كيفاش مامن مشات بوحدها؟ مالها باقا صغيره وراه كبرناها وزوجناها الله يجعل شي بركه. نبقى مقابلينها تنموتو. تما كتهضري عليها بحال هكا مالك؟ ومالك انت كدافع عليها؟ ايوا قال لك شي خدمه وتكفل بها، راه انت اللي مزوج بها ولا وعف.
شي مشكل؟ لا ما كاينش. ايه ليش شي بنادم ما عنده حتى مشكل عارف اللي هو انا. أحسن إلا وسعها. الشيء لك وسعى هذه النفس أنا عمرتها وما زال عايش حتى حاجة ما بقاش كتكثر فيه ما بقاش عندي بلاصة للمشاكل. تقدر تكون أنت المشكل ديالي دابا ولكن سمح لي بالزربة ما بقاش عندي بلاصة صفيتي روحك ما بقيتيش كاين عندي. أنا نقدر نكون كاين عرفتي علاش؟ حيت الروح ديالك خاوية ما عندك حتى مشكل ولا بغيت دابا نولي مشكل ديالك. أنا راه ما كاينش ما كتشوفنيش أنا عندك والو دابا تقدر تقلب عليا وجهك حيت كاع هادشي اللي داير بك هنايا كله حطوطو باش ما تشوف حتى لعبة بحال ما بقا داير. سير دير بساعة أخرى الله يرضي ما درتيش الكحول خفتي الكحول راه كيديرو غير الدريات اصاح دريات كتعرف والو حاضر انت دابا عارف اش كدير صافي صافي حرقني اصاحبي لا بس خفيت
سوربريز صافي ما تبقى تعصبني. لا حتى نقول لك يا صافي بعد شكون نتوما شكون البوليس تحبوا راسكم في السويد ها سوقك عفاك خويا احنا راه ولاد الناس ولا بغيتي الفلوس ها هو ويعطيها لكم ما تاديونيش لا عطيك السر راه خطيبي هذا ها باين خطيبي باش ما نقولكش وريني العقد ديال الزواج عندك بيرمي عندك بيرمي لا ولكن كنسوق كتسوق كتسوق مزيان راه السوار ديال الطوموبيل خذ عندها التليفون عطيه التليفون جيبها لنا اجي معايا تخافي اجي لهنا سمعيني مزيان سمعي اه غنسمح لك دابا ياك ولكن ما عمرك باقي جاي بحال هاد البلايص انا تحركي طلق مني يا صاحبي طلق مني واش باغي نهنك طلق مني يا صاحبي مالك والله ما عندي شي حاجه وريح والله ما عندي شي حاجه بالله شوف بغيت دير بحالي ملي رجعت من الجيوش صافي سويت بحال الكلب ما حملتش راسي القادر ما بغيتش نشربها صح ما غنبيعها تسطع لي محلوله وكنت تقول لي باغي تبيعها محلوله محلوله باغي نصرفها تورنيات للدراري في راس الدرب عارفني يا صاحبي اللي اشفع عليا هاد الايامات خوك على الحديده صح Marla!
قول لي وجهك صفر اصاحبي مالك؟ والو طايفت عاوتاني تراك كتبان لي قد ما بقيتي باغي تمشي تغرق في الحبس حسن شناهو؟ الحبس حسن ليا صوم يشدوني قبل ما نقتل شي واحد وانت كنحس براسي نقدر نديرها بالله هادشي راه بزاف على بنادم هذا صاحبي نحسن لك توليت حياتك بحال كلوسار اه نوض اصاحبي نوض ما عنديش باش نخلص وتا نوض انا غنخلص عليك تهلا فيها نوض قلت التليفون لا بدلت لي غير الصوني نوض اصاحبي نوض انا جاي الو سيون كورتي عرفت جبك تا توجور مون تليفون حيت لك انت حيت عرفتك ماشي بحال صاحبك داك النهار كنت تضيف معايا الأول خفت بزاف كنت غادي نموت متى توسار ما سوربري et pour que tu saches que je te fais confiance appelle tout ce que tu connais à l'étranger je n'ai même pas désactivé l'option monde mais regarde tout qui est téléphone après connais هذه غادي نرجع عرفتي انا ما عندي حتى واحد تنعرفك انتي سمعتيني ملي كتعيطي ليا شتني بحال تبوريشة حتى انا اول مرة غادي نحس بحال صوتك زوين تعجبني بزاف مصطفى مفكرش نقدر نشوفك جي مغي ريكوبيري مي فوتو اي مي كونتاكت اه ولا ما اخترتش الا ما قدرتيش اليوم نخلي واحد في الغدا ولكن عافاك ما تخلينيش نعينك بزاف كوني هاني غنجي مليكا اجي جلسي حدايا برك غادي نبيع هاد الفيلا ونمشي نعيش في كازا بوحدي طلعت لي هاد المدينه فراسي ومكانسه ولكن قبل ما نمشي غادي ندير واحد الحفله مطرطقه زهرة جيبي واحد الكاس نجي معايا نتهلا فيك
نهار تبغي تزوجي ندير لك واحد العرس تفعل تاعك. كتعرفي شي اش كاين ديال سمعيني مزيان. ما تزربيش تبقى صغيره وزوينه. اسمع عبد القادر، انت ومالك راه بجوجكم الله يعمر هذا، ولكن اخويا سافر العيشه حرارت بيناتكم. هي ما بقاتش باغا تزيد معاك حتى نهار، قالت لك داك عبد القادر اللي كتبغي ما بقاش. هي بيني وبينك Hey!
فعلينا هذا راديو هذاك. خلي الموسيقى. جوستومون هاد الموسيقى اللي كتسمع راه كتجيب لي النعاس. انا بعد عمري ما فهمت الموسيقى اللي كتعجبك انت. فين عمرك فهمتي فيا شي حاجه؟
عرفتي مازال ما ساليتش معاه. قلت ليه ما يدخلش راس العام ولقاك باقي كدور في هذه المدينه. برا ما عرفش انا منطاح. والله ما تبقى فيه مثل مشواني مع عباد الله. لا عبد القادر شوف فكرت خاصنا نمشيو نبقى عندنا ما نديرو هنايا غنمشيو باش نعاودو حياتنا من جديد. ما بقيتش عايش وما قادرش نموت. انا ما كنتسوى عندك والو. انت هي كلشي في حياتي بلا بيك ما نقدرش نعيش. عمري تخيلت كتمشي وتخليني. ولكن عبد القادر تبدلتي ما بقيتيش كتهضر معايا. هادوك الناس ما غاديش نقدو عليهم. يلا نمشيو عبد القادر. غنمشي انا وياك مش غير انا وياك هذيك.
شوف هاد القوم التالف ولاو كيعيطوا مع النصارى. قالك نويل الويل هذا قلبنا نويل وبابا نويل. دابا تطلع لي مشيتي الميريكان ولا الشينوا ولا اوروبا ملي كيكون عندنا حنا العيال الكبير كتلقاهم حتى هما كيمشيو يشربوا الحوالة وكيهزوا البرقية والسرطية وكيمطيو الجناوة وكيدبحوا الحولية وكيجبدوا الدوارة ويصوبوا الكرداس والقديد وكينشروا الشحمة في الحبال. عباد الله ولات الدنيا مرونة أكثر من العيال الكبير والصغير ديالنا. تكون جات عليا أنايا زعما والله ما كرهت بالله كلشي شي تسونامي مزيان شي موجة ديال 300 متر تكشط كلشي ميسا. هذا خويا راه راس العام اللي كيحتفلوا به الناس ماشي نوال. الله يجازيك بخير أختي. أنا كندوي مع الراجل مكندويش مع مرض الراجل باش نبقاو زوينين. كمل نيشان أخويا بلا ما تدور عليا. غنفوتو لاكار باقا ساعتين غير الدرع. عرفتي سير الفيلا ديال لاسيندا هي الأولى أخويا. خويا وقف الطاكسي. خويا قلتلك وقف الطاكسي. 3 دقيقة أخويا غنوصلو لفيلا ديال لاسيندا. متخافيش نمشيو في الدرع. صارين في الوطيلة شو البيرة الشيء الدار كان عارفها مديان فهمتيني كان واحد الباب اللور يدخل بالسربان ينسى شي دوسيات باش نغرق الشفار تاعه باش غدر بالدوسيات يتندم دينا مو على الحضور اللي حقر صافي هطلعي 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 بوحدي خليك شب بوحدك هطلعي ما ديروا والو انا جاي
انا كا